مرحبا برج القوس، القراءة راح تكون حق الطالع الشمسي والقمري. دائما الشمسي هو الأولى إذا ما انطبق عليك، روح للطالع القمري وإلى آخره. راح نحاول ننظر إلى جميع الأصعدة، ولكن الرسالات المهمة هي اللي فقط راح تظهر في القراءة. نشوف مع بعض. سبعة الخماسيات. برج القوس، أحسك تحاتي المستقبل، دائما عندك قلق من المستقبل أو تسع الأكواب. تنتظر شيء أو شخص معين بفارغ الصبر، كأنما تمللت من الانتظار. أوكي، ممكن يكون تنتظر متى تتخرج من الجامعة وترتاح، متى تتزوج وترتاح، متى يرجع حبيبك وترتاح. تنتظر شيء عشان يسبب لك الراحة، لأنك قررت إنه ما راح تكون مرتاح في وضعك الطبيعي. البداية الجديدة، وإن كان شيء من الماضي اللي قاعد تنتظره أو شيء نتائجه راح تكون في المستقبل مثل الدراسة الوظيفة، ولكن بالنسبة لك هو يمثل البداية الكبيرة. ما أدري ليش حاطة أمامك، هو كأنما شجرة لكل آمالك قاعد تعلق فيها. وهذا لكن أشوف أنه كنصيحة لك، يجب عليك تجنب أن تعلق آمالك كلها في شجرة واحدة أو كلها في فرصة واحدة، في أمنية واحدة. هني قاعد يقول لي وزع جهودك، حاول في كذا مجال، في كذا وظيفة، كذا شركة. الشريك خلي الأمور تمشي معاه بالراحة، لا تكون يعني جدا متعلق. إذا الأمور ما مشت مع فلان راح تنتهي حياتي، خل النهاية عندك شوي مفتوحة. خل عندك طاقة ملك السيوف. هني يطلب منك عدم تحديد الهدف. اوكي، حدد ان انت تريد ان تكون سعيد في الفترة القادمة، تحصل على امنيتك، امنيتك الوظيفة، ولكن لا تحدد الوظيفة تريدها تكون في اي شركة، مثلا التجارة في اي موقع، مثلا الشريك تحدد اسمه وقول فلان ولد فلان هذا اللي أريده. لأن أشوف هني عندك طاقة تقول لك أنت لا تعلم مصلحتك بالضبط وين. الإنسان خلق جاهلا، يرى فقط السطح أو الظاهر. في الكواليس في فرصة جديدة جدا مشرقة لك، ممكن تكون ليست ما توقعته، فهل سترفضها لأن هي ليست ما توقعته، أو مع شخص مش حاطة في بالك؟ هذا هو السؤال الموجه لك يا برج القوس. راح أشوف توضيح لهاي الطاقة. أوكي، وكأنما أنت راح تتوجه نحو الشريك، أو في الفترة القادمة ستحاول أن تحزم هذا الموقف، موقف الانتظار عندك. قلت لك في البداية تنتظر شيء من الماضي أو تنتظر رد معين من جهة معينة عشان تسمح لنفسك أن تكون مرتاح وسعيد. هني يقول لك لا، عليك أن تسعى تواجه الموضوع، تحصل على الجواب، وإن لم يعجبك أفضل أن تحصل على الجواب الحين وتتعامل مع الموضوع وتكون مستعد لشيء أفضل قادم لك. أو ممكن نفس الشخص، نفس الوظيفة، راح ترد تعرض نفسها بطريقة جديدة، راح ترد تتواجد في حياتك بطريقة جديدة، ولكن لن يحدث هذا الشيء إلا إذا قمت بالسؤال. هني يقول لك اسأل، مو واجه أو ادخل في صراعات أو جدال، لا، هني اسأل، هل فعلا سأحصل على الوظيفة؟ اطلب جواب نهائي، هل فعلا تريد أن تكون في حياتي؟ هل فعلا سنتزوج؟ جواب صريح راح تلاقي له، سؤال صريح راح تلاقي له جواب صريح. اوكي، ست الخماسيات. ست الخماسيات موجودة هني، يقول لي يا برج القوس انت ما تقدر حتى لو حاولت ان تغلط، لا تلوم نفسك على اي طريقة يمشي فيها الموضوع، سواء مشى بكيفك ولا مو بكيفك، في النهاية راح يمشي لمصلحتك انت، فلا تلوم نفسك ولا تلوم الاخرين، لا تلوم الجهات اللي قاعد تتعامل معاها، لا تلوم الاهل ولا تلوم الشريك. كل شيء في النهاية راح يوصلك لمبتغاك بطريقة أو بأخرى، فسهل الموضوع على نفسك عزيزي.
لأن تحتاج أن تكون في مرحلة لوحدك من أجل أن نعرف معنى السعادة. وجود هني خمس الخماسيات بين هاي القراءة يقول لي تحتاج أن لفترة ما تعرف معنى الوحدة عشان تعرف قيمة اللمة. الألم ما راح نعرف قيمة السعادة بدونه، ونفس الشيء لو ما كان في حزن ما بنعرف أن احنا سعيدين. من المعاناة اللي أنت فيها وإن كانت مو عاجبتك وإن كان الوضع حاليا مش مقتنع فيه، من هذا الوضع تخلق رغبة جديدة. احنا دائما نفكر الرغبة الجديدة او الهدية من السماء تقع في حضننا، نقوم من النوم نلاقي كل شيء حلمنا فيه ينتظرنا، صح؟ ولكن هني يقول لك هذا الوضع اللي مو عاجبك يخلق رغبة. الرغبة هي اثمن شيء ممكن انت تحصل عليه، اثمن حتى من المال. كل شيء يبتدي برغبة، رغبتك ان انت وضعك يكون احسن، تكون مستقر مع شريك العطاء والأخذ معاه متبادل، تحبه ويحبك، موجود عشانه وهو أيضا موجود عشانك، حياة استقرار. وهذا ما يريد لك الله، وهذا اللي في مصلحتك. فأبدا لا تشكك في وضعك الحالي أو المستقبلي، كل شيء موجود في حياتك رح يضعك على الخارطة الصحيحة. أوكي، آخر شيء كرت الفول، كأنما الأوضاع الحالية راح تكون تلعب بطريقة أو تجري بطريقة عشان تحررك من أمور معينة متعلقة بالماضي، تفكير معين. ما أدري ليش أحس أن تفكير عندك هنا نمط تفكير معين. أوكي، دائما تتمنى الشيء وتتمناه بصفة تحديدية وايد، تحدد الشخص، تحدد الطريقة، تحدد متى وأين وكيف. ما تخلي عندك نهاية الطلب من الله سبحانه وتعالى يكون مفتوح. أريد أن أكون سعيد وكفى، أريد أن أملك المال وكفى، أريد أن أنجح في تجارتي وكفى، هذا كرت الصفر. أريد ولكن شلون رح يأتيني الموضوع هذا مو مهمتي، هذا مهمة الله. أنا أهتم بالجانب اللي أقدر أتحكم فيه، رغبتي، وأوجهها في الطريق الصحيح. النهاية المفتوحة لسؤالك بينك وبين الله هي الطريق الصحيح، لأن في أشياء في الكواليس تحدث إحنا دائما ما نراها، ولكن نرى نتائجها على حياتنا اليومية. فخل عندك ثقة بالله الملك الواثق، ثقته بنفسه وبالله سبحانه وتعالى، إن الشخص اللي من مصلحتك هو اللي عندما تقفز من على التلة هو اللي سيلاقيك. الفرصة، الوظيفة اللي من صالحك بغض النظر عن الدخل، الراتب، الامتيازات، اللي من صالحك هي اللي ستلاقيك على الجانب الآخر. فهذا الجانب ممكن يتضمن أي معنى، عاطفي، مالي، عملي، على حسب نيتك أنت ووضعك مع الأشخاص في حياتك. رح ننظر إلى جانب آخر وهو جانب الصحي أو احتمال العاطفي، الجانب اللي احنا ما كلمنا عنه تروا. هل من رسائل أخرى لبرج القوس؟ السيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أحس أن في المستقبل راح يكون عندك حرية التصرف بالسيف. لا تنسى في الكارتات اللي قبل كان عندنا ملك السيوف وفارس السيوف. المطلوب منك أن تتمكن من سيفك، من قدراتك، من وقتك، من الفرص اللي موجودة أمامك وتعرض نفسها عليك. بالضبط، عندك الملكة المتمكنة، ملكة النار، الأغصان. هذه الملكة ما تتردد، ولكن مش لأنها مندفعة، لأن تمكنت من الغصن اللي عندها، عندها أداة. أنت مو شرط عندك غصن، يمكن يكون عندك سيف، يمكن يكون عندك خماسي، بغض النظر عن العرض اللي يأتيك في طريقك تمكن منه. لا تحس أنك مش واثق في طريقة استخدامه، متخوف، لأن الثقة هي اللي راح توصلك. بالضبط،
كرت التخوف، كرت انك تخاف ان اذا مسكت الاكواب اوكي او حصلت على الاكواب راح ينكبون. لحد الان عندك نوع من التخوف، احتمال ينبع من الماضي، تجاربك اللي مريت فيها في الماضي كان فيها خسارة. فدائما تفكر، وان كنت في الحاضر عندك فرص جديدة تفكر في الماضي، الماضي ما كان اوكي، فالحاضر ايضا ما يصير اوكي. هني عندك صراع ما بين الماضي شلون مشى، انت قاعد تخلط هني ما بين الاشياء اللي في الماضي، انزين 5 اكواب عندك من الماضي مع الاكواب الجديدة من الحاضر، صار عندك المجموع 7. تخلط ما بين الماضي والحاضر مثل الماء الصافي اللي نخلطه بالماء العكر، لما نخلطهم مع بعض راح يأثرون على بعض، ولكن راح يأثرون على حاضرك، راح يأثرون على قراراتك، على حسن تصرفك في المواقف، راح تكون مش عارف شنو تختار وشنو تبدي، تثق بمن، أي فرصة أفضل لك، راح يصير عندك تشويش إذا ما تخلصت من الأشياء، التراما، الأمور اللي مريت فيها في الماضي اللي لحين مأثرة عليك نفسيا. هذا تأثيرها ترى نفسي أكثر من إنه جسدي، أكثر من إنه مادي، هذا تأثيره نفسي عليك. حان الوقت أن تقطع هذا الحبل عشان ما يتداخل عندك الماضي مع الحاضر. نوضح الكرتات. عندنا الإمبراطورة لما تحتاج للسيف معناته أن هي تمثل الأم الأرض، حتى الأم الأرض ترى تحتاج إلى السيف. عندما تنتشر الغابات في كل بقاع الأرض إحنا نحتاج للسيف عشان نقطع، عشان نحدد عندما يزيد انتشار الغابات، عندما يزيد انتشار الشيء. محتاج أن تضع حدود لمن؟ راح نشوف في شيء راح ينتشر عندك ويكون إيجابي لكن راح يزيد عن حده. ممكن يكون تهتم بالشكل بشكل زايد، تهتم بالتغذية بشكل زايد، بالمظاهر بشكل زايد، برأي الناس بشكل زايد، ممكن يكون أي شيء إيجابي، ولكن عندما يصير مبالغ فيه راح يحبسك. أنت عبالك أن هذا الوضع أنت موجود فيه برغبتك، ولكن هو سيحبسك من أن تنمو، من أن تتطور. لأن ما أدري ليش بس أحس أن أنت هني تبالغ في ردة فعلك، أو تبالغ في العطاء، تبالغ في الأخذ، لدرجة أنك وقت من الأوقات راح تحتاج للسيف. أوكي، هذه أيضا رسالة لك. ومعروف برج القوس من الأبراج اللي يتبع رغباته، يقول ما يرغب فيه، يفعل ما يرغب فيه. نوضح باقي الأوراق. عندنا 3 الخماسيات موجودة تحت 5 الأكواب. هني يقول لك ركز على الحاضر، الحاضر هو أفضل تشتيت لك وطريقة للخروج من طاقة الماضي. أوكي، لحد الآن قاعدة تجذبني كارت الإمبراطورة. في قصة التارو الإمبراطورة تحتاج إلى الإمبراطور عشان يأتي من بعد ما هي تسبب في ازدهار الأرض، ازدهار الحيوانات، ازدهار الطبيعة. هي تحتاج للإمبراطور أن يأتي ويضع حدود ويضع سور، أوكي، لهذا النمو. في نوع من الرغبات عندك، نوع من المبالغة في شيء معين، محتاج، لا تنسى تحت 4 الخماسيات، محتاج لوضع حدود مع الناس اللي حولك، مع طلباتك من الناس اللي حولك، عطائك للناس اللي حولك، ممكن يكون أي شيء، لكن هذه مسألة تسترعي اهتمامك. عندك 4 الأكواب، في فرص جديدة قاعدة تقدم نفسها لك، ممكن يكون حب جديد، ممكن يكون باب ينفتح لك عن طريق العمل، مصدر رزق ثاني قاعدة أشوفه إضافة. أوكي، مصدر رزق ثاني. أنت لحد الآن متعلق بشريك سابق، يأتيك شريك أجدد، شريك صافي. ولكن أنت ليش عندك الأكواب كلهم صايرين صفة واحدة؟ لأنك أنما هني تعقدت من الخسارة،
وصلت لمرحلة تعتقد بأن كل الأصابع سواسية، وإن كانوا ليسوا سواسية بس كأنما أنت تمللت هني، تمللت من كثرة الخيارات، تمللت أن دائما يخدعونك الأشخاص، فقررت أنك ترفض أو تؤمن بالحب. مو شرط ترفض الشريك، ممكن تسمح له أنه يدخل في حياتك، ولكن سماحك أن يدخل حياتك مو معناته أنه هو فعلا في حياتك، سمحت له أن يدخل قلبك، في فرق ترى. قاعد يحذرك من هاي النقطة، أن لا تخلي الماضي يأثر على نقطتين مهمتين عندك في الحياة ينتظرونك، الحياة العملية اللي أنت مقبل عليها واللي محتاج أن تتمكن منها، وأيضا يكون في نوع من الكنترول والسيطرة عليها. معروف برج القوس عندما ينوي أو يحب أن يعمل شيء معين يسوي ليل نهار بدون أن يرحم نفسه أو يريح نفسه، أوكي؟ محتاج هاي النوع، ومحتاج أيضا أن تتخلص من متعلقاتك بالماضي، بحيث أن إذا ممكن الشريك نفسه يرجع لك يعرض عليك فرصة جديدة، ممكن شريك جديد. انظر إلى الكأس، هني ما أقول لك اقبل أو ارفض، هني على الأقل ارفع رأسك، انظر إلى الكأس نفسه، قيم الشخص قبل أن تحكم بشكل عام، شوف شنو فيه في الكاس قبل أن تقبل أو ترفض. راح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة يا برج القوس. Get to know each other. بالضبط المسجات تكرر ما أخبرتك إياه، تعرفوا على بعض، أو حان الوقت أن أنت وهذا الشخص، ما أدري هذا الشخص ممكن يكون فرصة عمل حتى، تعرف على الشيء اللي قاعد يعرض نفسه لك في الفترة القادمة. يقولك يا برج القوس أنا موجود، انظر في داخلي. Learn to meet others' needs for love. قبل أن تدخل الناس في حياتك، شوف عندك قطبين أنت لحد الآن ما تمكنت، نفس ما فتحت معاك هني الكرتات، ما تمكنت من أن تمسكهم من الوسط، ما هما؟ عندك كرت أن تسمح للأمور بالازدهار فوق ما يجب، فتحتاج بعدها السيف، تحتاج الإمبراطورة إلى الإمبراطور أن يأتي ويقنن، يحط كنترول على اللي سوته الإمبراطورة. وأيضا عندك طاقة ترفض، ترفض حتى من دون أن تنظر إلى الكأس نفسه، إما تقبل وتروح دائما مع التيار، إما لا ما راح أروح مهما يعرضون علي، ما راح أروح. أوجد لنفسك حل وسط، هني ما قاعد يقول لك أجين مرة ثانية أقبل أو أرفض. تعرف على الأشخاص، خذ وقتك، في شيء اسمه الحق أن تتعرف على الشخص قبل أن تدخله في حياتك، قبل أن ترفضه، قبل حتى أن تعتبره شريك. تعرف عليه، شوف أطباعه، يناسب أطباعك، تفكيره. التناسب والتكافؤ جدا مهم في العلاقة. بعد أن تتعرف عليه من حقك، من دون أن يحكم عليك أي شخص، أوكي، ولا حتى التارو أن يخبرك أنت كان من حقك ولا مو من حقك أن ترفضه أو تقبله. أول تعرف عليه وكن واضح وصريح مع نفسك بشأن حقيقة الأشخاص، ومن ثم قرر. عزيزي برج القوس، هذه كانت توقعاتك الأسبوعية، أتمنى لك كل التوفيق.